أمين الله في أرضي وحجته على عبادي. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادي وعملت بكتابي واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواري فقبضك إليه باختياري، وعندما أعداك الحجة أمام لك من الحجج البالغ على جميع خلقي، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدر كرامها وبقضائك مولعة بذكرك ودعائك وحفة لسفة أوليائك بعهدك وسمائك، صابرة على وجه بلائك، شاكرة لتواصل الأعمال، ناجية لتواجد الأعداء، مشتاقة إلى فرحة لقائك وتلون بالأخبار والجزاء، مستنة لسنة أوليائك، محاربة لأخلاق الأعداء، مشغولة للدنيا بحمدك وسمائك يا كريم يا كريم. اللهم إنا قلوب المحدثين إليك وأنها وسجن الواعظين منك شارعا وأعلام الكاتبين إليك وأنها وأفئدة الآخرين.